سے پہلے بڑے امام شیخ سعود ابن ابراہیم السلام کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. اب انشاءاللہ حرم مکی کے دوسرے امام شیخ عبداللہ ابن عباد الجہنی. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. مکہ مکرمہ کے تیسرے امام شیخ بلیلہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله
أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وكما ان شاء الله سابق امام مدینہ منورہ شیخ محمد ایوب کے انداز میں ہوں گے، پھر شیخ سدیس کے انداز میں ہوں گے، ان شاء اللہ پھر تکبیرات. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ان شاء الله اخیر میں شیخ سدیس کے انداز میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اب آواز زیادہ ساتھ نہیں دے رہی، جیسے چار بجنے والے ہیں آواز کے بھی چار بجنے والے ہیں، وقت کے ساتھ آواز کے بھی بجنے والے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اب انشاءاللہ آخر میں آپ فضیلت الشیخ المقری رجا ایوب صاحب حفظ اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت سے مستفید ہوں، ہوشیار بیدار خبردار، ہوشیار بیدار خبردار۔ ایک نبی نے کہا انشاءاللہ سنیں، ارے انشاءاللہ کون